بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، انطلق على حضراتكم أيضا أحد أشواطنا المميزة في مجموعة الأشواط، شوطنا الخامس. انطلق هذا الشوط، شوط الإبكار، أيضا فيه الإثارة والتحدي الجميل مباشرة مع المركز الأول. مع الصدارة هذا الشوط مجهول من ينطلق مع المركز الأول، المركز الثاني أيضا مع المركز الثاني المجهول أيضا في المركز الثاني والمركز الثالث. القدوم من تتواجد مع المركز الثالث بشعار الوهيبي بن محمد الوهيبي، من ينطلق مع ثالث المراكز رابع المراكز. هناك المتقدم عرين عيسى بن عبد الله اليابري على المركز الرابع والمركز الخامس. ايضا القادمه في هذه اللحظات والمنطلقه نشوه راشد بن سالم بن حبيب الهشامي. هذه النتيجه، اعود الى المركز الاول الى الانطلاق الجميل والانطلاق المثير ما شاء الله على هذه الاندفاعه الجميله والمميزه والانطلاقه نحو المركز الاول مباشره. هذا الانطلاق الجميل والمثير الذي تنطلق به الذلول العملاقه المتواجده مع المراكز الاولى الى صداره هذا الشوط، منطلقا مع الامال والتحديات الجميله والمثيره مع صداره هذا الشوط اللي ينطلق بشعار الرباعي. هنا غير مدون لكن من واقع الشعار، شعار جمعه بن علي الرباعي اذا صح الاسم، من ينطلق مع اول المراكز. المركز الاول يا سلام، المركز الثاني، الاحظ المركز الثاني، القدوم من الاسماء الجميله والمشاركه مجهوله القادمه على ثاني المراكز والمركز الثالث، القدوم من الاسماء. لكن اعود الى الصداره هذا الشوط الى الانطلاق مع المركز الاول، منطلقا في هذه اللحظات نحو الصداره هذا الشوط. هنا مع الشاهنيه اللي تنطلق مع صداره هذا الشوط، جمعة بن علي الرباعي ينطلق مع المركز الأول يا سلام، بدون منافس على الإطلاق بحثا عن الناموس والانتصار. ايه وصل الجماعة، عرين عيسى بن عبد الله اليابري قادم مع المركز الثاني، لكن شوف من وصل، شوف الواصل في هذه اللحظات. ايضا شواهين سلطان بن سعيد بن الحزيمي العويسي على المركز الثاني، لكن خلاص الصدارة مع القيادة والقيادة مع الصدارة. الشاهنية هنا هي بطلة هذا الشوط، تهانينا والناموس جمعة بن علي الربيع الانتزاع لهذا الشوط المركز الثاني. كانت هناك مع شواهين سلطان بن سعيد العويسي والمركز الثالث، نشوه راشد بن سالم الهاشمي والتوقيت الزمني 3:00 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط، تهانينا والناموس.